شمال إفريقيا، وفي ذلك الحي الصغير الذي يحكي لنا قصصا كثيرة، منها الممتعة ومنها التي لم تنتهي بعد. لقصة هذا الشاب عاد إلى ذلك المقهى ليسترجع بعض اللحظات، فوجد أن كل الوجوه تغيرت وبعض الملامح اختفت، أصوات وقلوب تنبض فيها الحياة. حي ثوار السودان، طيروا علي يا حمام، حي ثوار السودان. ضوضاء هي الحياة، فيها أمل وجمال. السبيل صار وحيدا، شابا عربيا بأحلام كبيرة، بدأ القصة وكتب الأسطر الأولى، وها هو ينطلق في المسار وحيدا دون وجهة، ينطلق وفي قلبه عزيمة، أراد أن يصبح موسيقيا، أراد أن يكون